بخصوص آه زياره الرئيس عبد المجيد تبون الى ايطاليا اولا الزياره هذه جاءت في وقتها وبصراحه كان لابد من توطيد العلاقات وفتح قنوات جديده آه للجزائر على حوض البحر الابيض المتوسط خاصه في مجال الطاقه نعم لانه لسنوات طويله بل لعقود اعتمدنا بشكل كبير على التعامل مع إسبانيا وإسبانيا تاريخيا ويعني أمور كثيرة داخلية تدفع بالمسؤولين الإسبان إلى تبني بعض الخيارات التي تضر بالمصلحة العليا للجزائر وتضر بالعلاقات الجزائرية الإسبانية مثل ما حدث قبل أسابيع أو قبل أشهر قليلة بعد تصريح رئيس الحكومة الإسبانية الذي وجد معارضة قوية وقوية جدا من داخل كبار المسؤولين في إسبانيا حسب المعلومات المتوفرة لحد الساعة هناك يعني تضمر كبير وكبير جدا ضد رئيس الحكومة الإسباني وهناك نية لإزاحته من الحكومة كوزير أول وهناك مثل ما قلت معارضة شرسة ضد التصريحات الاخيره وضد سياسته الخارجيه. هذا الامر دفع بالجزائر لاتخاذ اجراءات صارمه ضد اسبانيا ادت الى سحب او الى استدعاء السفير الجزائري في مدريد للتشاور وهو لحد الان موجود في الجزائر ولم يعد الى اسبانيا ولا اعتقد انه سيعود في الايام القادمه حتى تتضح الصوره ما بين الجزائر واسبانيا، الجزائر هددت بفسخ العقد ما بينها وما بين إسبانيا في حال أقدمت إسبانيا على اتخاذ إجراءات غير منصوص عليها في العقود المبرمة ما بين الجزائر وإسبانيا وهي عقود دولية هذا الأمر دفع بالسياسة الخارجية الجزائرية بالدولة الجزائرية إلى الاتجاه نحو إيطاليا إيطاليا تاريخيا بصراحة تاريخيا إيطاليا علاقتنا بها طيبة جدا منذ الاستقلال الموقف الإيطالي لم يتغير لا بخصوص العلاقات الثنائية الجزائرية الإيطالية ولا بخصوص العلاقات الجزائرية الإيطالية للمنطقة يعني لما يحدث في المنطقة في ليبيا أو في الصحراء الغربية أو حتى في الجنوب مالي والنيجر يعني إيطاليا لم تتدخل ولم يكن لها نشاط معادي ضد الجزائر إذا العلاقات الجزائرية الإيطالية طيبة وطيبة جدا وكان لا بد وأصبح لابد من تقوية هذه العلاقات إذا زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيطاليا مهمة ومهمة جدا تأتي بعد زيارة تركيا لاعتبارات كثيرة أولا الجزائر تسعى بكل ما تملك من ثقل دبلوماسي واقتصادي وعسكري للمساهمة بقوة في حل الأزمة في ليبيا وتركيا مثلها مثل إيطاليا هم أطراف فاعلة في المستنقع الليبي لاعتبارات كثيرة نعرف أن حكومة طرابلس موالية لتركيا وعندها علاقات طيبة مع تركيا نعرف أن التواجد التركي في ليبيا يعني ظاهر للعيان ومعروف للعالم كله نفس الشيء بالنسبة لإيطاليا تاريخيا طبعا تاريخيا ليبيا هي مستعمرة إيطالية وإيطاليا عندها نفوذ اقتصادي وحتى سياسي و مختلف في ليبيا. إذا ليبيا إيطاليا عندها نفوذ في ليبيا، إذا إيطاليا عندها دور مهم ومهم جدا في حل الأزمة في ليبيا. إذا الجزائر من خلال النشاط المكثف لرئيس الرئيس عبد المجيد تبون والتحرك نتاعو إلى تركيا ثم إيطاليا يدخل في هذا الإطار. نعم يدخل في هذا الاطار اللي هو مناقشه من بين النقاط المجدوله في مناقشات الرئيس الجزائري مع الرئيس الايطالي نوجد يعني الملف الليبي اذا مثل ما قلت بدعوه من الرئيس الايطالي سيرجو ماتريلا الذي زار الجزائر في 7 نوفمبر 2021 يعني السنه الماضيه ثم زياره رئيس الحكومه ماريو دراغي في 12 ابريل الماضي آه الى الجزائر آه يعني تمهد لعلاقات قويه زياره الرئيس الايطالي العام الماضي في نوفمبر وزياره رئيس الحكومه في آه الشهر الماضي هذا يعني عاملين اساسيين لرد اولا الزياره من الناحيه البروتوكوليه ثانيا لتقويه العلاقات وتاكيد الاتفاقيات المبرمه بين الجزائر وايطاليا وابرام اتفاقيات وعقود جديده مع ايطاليا في مختلف الميادين سواء في مجال الطاقه والمناجم سواء في مجال الصناعات الغذائيه الصناعات الطبيه يعني الصناعات حتى السيارات يعني اذا فيه تبادل تجاري راح يكون تبادل تجاري ما بين الجزائر وايطاليا قوي وقوي جدا عندما اقول تبادل تجاري طبعا احنا عارفين واش نصدروا لايطاليا باش ما ناخد عشر رواحنا وما نكذبوش وعارفين واش نستوردوا من ايطاليا لكن الشيء المهم انه ايطاليا لم ولا اعتقد انها ستستعمل في يوم من الايام اسلوب الابتزاز مع الجزائر لا لفظيا ولا عمليا ولم يحدث بينما اسبانيا للاسف الشديد ليس اول مره ندخل معاهم في جدال سياسي وفي ممكن سوء تفاهم بل سبق في عقود سابقه نظرا لتاثير اللوبي المغربي على السياسه الاسبانيه في كثير من الملفات نعود نذكر أن زيارة الرئيس إلى إيطاليا زيارة مهمة للغاية في ظرف حساس عندها أهمية على المستوى السياسي الاقتصادي والاجتماعي وكل المجالات، من ناحية السياسيه مثل ما قلت من بين اهم الملفات هو الملف الليبي. نعم لان ايطاليا عندها علاقه بالملف الليبي. طبعا من ناحيه الاقتصاد العلاقه الجزائريه الايطاليه ممتازه لكن نتمنى ان تتطور اكثر لأن الشركاء الايطاليين اثبتوا يعني نجاعتهم واثبتوا آه نجاحهم واثبتوا ثقتهم انا شفت الشركات الايطاليه كثير في تونس من انجح الشركاء الاجانب في تونس هم الايطاليين نعم الايطاليين عندهم علاقات ممتازه مع التوانسه في كثير من المجالات عكس الفرنسيين والاسبان بصراحه اذا لماذا لا نستفيد من الخبره والشراكه الايطاليه ونتمنى الخير نتمنى ان تكون الزياره ناجحه في كل المجالات